بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أريد أن أثني على عمل اللجنة وأن أشكر السيد المقرر الدكتور النجار على التقرير القيم الذي قدمه بالمشاركة مع الرئيس أيضا الأستاذ صاحبي عتيق، ونقول أنه بالفعل عايشون مع هذا التقرير أجواء اللجنة وأجواء أشغال لجنة التنسيق، وعيشون فعلا عملية الذهاب والإياب بين أعمال لجنة التوطئة والمبادئ العامة وأعمال لجنة الصياغة والتنسيق. فشكرا جزيلا لهم على هذا التقرير الجيد. كذلك أريد أن أضيف على ما قاله الدكتور عمر العريض زميل وزميل بدر الدين عبد الكافي في كون اليوم نضع فعلا اللبنة الأولى ونقدم أول أعمال اللجان التأسيسية، ونقول لمن كان يقول أن أعضاء المجلس التأسيسي ما هماش بصدد العمل أو أنهم متخلفين في أعمالهم، نقول لهم أن أعضاء المجلس يشتغلون ليلا نهارا وهذه ثمرة أعمالهم هاكم تشاهدوها بين أيدينا اليوم. فقط أريد أن بخصوص التوطئة أو المبادئ العامة سأشير إلى نقطة فقط في هذا التقرير وفي هذه الفصول الواردة بالتوطئة والمبادئ العامة، هي مسألة الأسرة ومؤسسة الزواج. احنا إذا قينا في التوطئة والمبادئ العامة يتصدر الدستور الفصل الأول، وهو أن تونس هي دولة مستقلة، العربية لغتها والإسلام دينها. فانه كذلك نلقاه في هذا في الفصل الاول، نلقاه في التوطئه انه وتاسيسا على ثوابت الاسلام ومقاصده المتسمه بالتفتح والاعتدال، نقول انه من اهم الاشياء التي كان من المفترض ان نجدها ضمن المبادئ العامه هو انه بعض ركائز الاسلام او بعض المؤسسات الهامة اللي يعتبر الإسلام مؤسسات هامة كمؤسسة الزواج وككيان الأسرة، المفروض أنه نوجد لها أثر وأثر قوي ضمن المبادئ العامة. احنا إذا قلنا وقبلنا بعد النقاشات والجدل اللي حصل حول الفصل الأول وما عرفته البلاد من نقاشات حول إمكانية اعتبار أن الشريعة مصدر من مصادر التشريع، وهذا هناك مقترح أنه يكون الإسلام دينها ومصدر تشريعها، بالتالي ثم من النواب من يتمسك بكون أنه الشريعة تكون مصدر من مصادر التشريع. لكن ارتأت اللجنة والاتجاه العام أنه نحافظوا على الفصل الأول من دستور 59، لكن مع المحافظة على هذا الفصل لابد أنه نفعلوه، لابد أنه هذا الفصل يشع بظلاله على باقي فصول الدستور أو المبادئ العامة. فإذا كانت التوطئة والفصل هذايا تعبر كما جاء في تقرير السيد المقرر عن الخلفية المرجعية الموجهة لسائر فصول الدستور والتي تحدد روحها والسارية في كل مفاصله وترسم العماد الذي ينبني عليه في مجمله هذايا في تقرير صيغة التقرير، فإنه لابد أن نجد أثرا لذلك صلب الفصول. نقول أن مؤسسة الزواج في الإسلام عبر عليها القرآن الكريم بكونها ميثاق غليظ، وعبارة ميثاقا غليظة ما وردت كان في حالتين فقط، لما تحدث عن الرسل قال عند ميثاقا غليظة، وتحدث عن الزواج القرآن واعتبره ميثاقا غليظة. وبالتالي نقول أن مؤسسة الزواج والأسرة سأوجز في كلمتين أنه أهمية الزواج في الإسلام وأهمية كيان الأسرة كخلية أساسية للمجتمع لبناء المجتمع، إذا صلح المجتمع بأسره لابد أن نجد لها أثر. وأنا أستغرب لماذا وقع إسقاط الفصل العاشر اللي ينص على أن الأسرة هي خلية طبيعية والأساسية للمجتمع، وعلى الدولة رعاية كيانها والعمل على الحفاظ على تماسكها، تتكامل الأدوار داخلها والزواج أساس تكوينها. أنا أقول لابد من مراجعة هذا الفصل باعتبار أن الفصل الثامن جديد على الدولة رعاية كيان الأسرة والحفاظ على تماسكها يعتبر ضعيف نوعا ما في
شكراً. أعطى أهمية لقيمة الأسرة والزواج، ولا بد من مراجعة هذا الفصل. وشكراً.